فاتت زي ما قلنا من شويه ان احنا كان عندنا ادي ال ال زد دبليو كومبريشن، كان الانبوت هنا عباره عن كاركتر او ستريم اوف كاركتر، وكان الاوتبوت هنا عباره عن ايه؟ يعني كان هنا الفابيتك كاركتر، وكان الاوتبوت هنا عباره عن، حد فاكر الاوتبوت كان ايه؟ عباره عن نمبرز او كودز للكاركتر اللي موجود. يعني كان عبارة عن كود للكاركتر اللي موجود، زي ما احنا شفنا الجدول او التيبل اللي موجود عندنا ده كان التيبل اللي موجود عندنا، تمام؟ كان بيدينا الانيشال فاليو او الانيشال كاركتر او الكاركتر احنا بنطلع منها الانيشال، وبعد كده بنبدأ نشتغل نعمل نبني الجدول ده حسب الالجوريزم اللي موجود عندنا ده، تمام؟ هيبقى عندنا برضو الجوريزم موجود للديكومبريشن وهنشتغل عليه. طيب ايه الانبوت عندنا بالنسبة للديكومبريشن؟ يبقى الانبوت عندنا هيبقى كالتالي، الانبوت هو هيبقى الكومبريزد كودز او نمبر، زي ما احنا اتفقنا المرة اللي فاتت قلنا ان الكود بتاعنا بدل ما استخدم الاسكي كود ممكن استخدم 1 و2 و3 و4، انما في بعض الناس بتستخدم الاسكي كود. طيب يبقى اول حاجة هيبقى عندي الكمبريزد كود وعندي الانيشيال كاركتر اللي هبدأ بيهم الديكشنري، لان انا ما عنديش كاركتر، فانا عندي الانيشال كاركتر اللي هبدا بيهم الديكشنري اللي موجود عندنا، وهنعمل التيبل اللي موجود بالشكل اللي موجود عندنا ده كده. يبقى عندنا اهوت، هعمل التيبل ده اس، ادي كي، وبعدين عندنا هنا الانتري او الاوتبوت او الاوتبوت، تمام؟ وعندنا هنا الكودنج الكود، وعندنا الكاركتر او السترينج اللي موجود عندنا ده السترينج، الكود بتاع السترينج اللي موجود عندنا. طيب انا هبدا الديكشنري بتاعي هيبقى عند الانيشال كاركترز اللي موجود عندي او الانيشال كود اللي هم 1 و2 و3 مثلا، وبيمثلوا لنا في الحاله ديت A و B و W، A و B و W، يبقى دولت الانيشال بالنسبه لنا، تمام؟ الكود اللي داخل الانبوت كود اللي هو عباره عن 3 1 1 2 1 4 6 1، ده الكود اللي داخل عندي، تمام؟ يبقى ده اللي كان طالع من، كان ده الكومبريزد كود قبل كده، تمام؟ كان ده الكومبريزد كود، وانا عايز اطلع ده، عايز اطلع الكاركترز دي. بيديني الانيشيال كاركترز اللي في الديكشنري بتاعتي، بيديني الانيشيال كاركترز اللي موجوده في الديكشنري بتاعتي. طيب بيقول لي اول حاجه عندي، نرجع بقى نروح نشوف الالجوريثم ده، الالجوريثم ماشي، بيقول لي اول حاجه هتحط في الاس اللي هي دي، هتحط نل، ادي نل ماشي. وبعدين بيقول لي وايل نوت اند اوف فايل، طالما مفيش اند اوف فايل هتبدا تنفذ الكلام اللي موجود. الاكس بياخد النكست كود انبوت كود، الكي اسف هياخد النكست انبوت كود، يبقى هياخد 3، تمام كده هياخد 3. وبعدين الانتري اللي عباره عن الديكشنري انتري فور كي، 3 دي بيناسبها ايه من هنا؟ دبليو، يبقى دي دبليو، تمام؟ يبقى دي اول حاجه، احنا لسه ما عملناش حاجه، مجرد ان انا خدت دي 3 حطيت هنا دبليو من الديكشنري اللي موجود عندي. بعدين بيقول لي اذا كان الانتري بيساوي نل، الانتري ده بيساوي نل، هل بيساوي نل؟ مفيش مش بيساوي نل، تمام؟ يبقى هاخد الانتري زائد الاس اوف اس اوف 0،
تمام؟ هاخد الانتس عباره عن الانتري هيبقى عباره عن الاس زائد الاس اوف زيرو. يعني ايه اس اوف زيرو؟ يعني اس دي ممكن هتبقى عباره عن ستريم اوف كاركتر، تمام؟ هاخد منها الحرف الاولاني بس، مش هاخد كل الكاركترز اللي موجوده عندي. يبقى هاخد الاس زائد الاس اوف زيرو، بعمل كده اعمل الاوتبوت للايه؟ للانتري اللي موجوده عندي. يبقى اذا كانت الانتري بتساوي نل يبقى اعمل بالانتري دي، ما بتساويش نل هعمل الاوتبوت بتاع الانتري. يعني الانتري ده اللي هو الاوتبوت هيبقى هو نفسه الاوتبوت، تمام كده؟ طيب اذا كانت الاس لا تساوي نل، اذا كانت الاس لا تساوي نل اللي هي في طبعا الحاله بتاعتنا نل، تمام؟ اذا كانت احنا بنشوف كل الالجوريثم على بعضه وبعد كده نكمل. اذا كانت الاس لا تساوي نل، اد الاس زائد الانتري اوف زيرو، تمام؟ زائد الانتري اوف زيرو تو ديكشنري وذ نيو نود. يبقى انت هتضيف انبوت جديد للديكشنري هيبقى عباره عن اد الاس، تمام؟ الحاجه اللي موجوده في الاس لانها مش هتبقى نل، تمام كده؟ زائد اول كاركتر موجود في الانتري اللي موجود هنا، تمام؟ اول كاركتر اللي موجود هنا اللي هي اس اوف او انتري اوف زيرو زائد الانتري اوف زيرو للديكشنري مع نيو كود، وبعد كده احط الانتري في الاس. تعالى نمشي كده مع الكاركتر بتاعنا. اول حاجه الانتري بتساوي نل، تمام؟ الانتري بتساوي نل، يبقى انا هاخد الاس بتساوي الانتري لان ما عنديش اس اوف زيرو اصلا لان بتساوي نل، تمام كده؟ يبقى انا عندي اهوت الاس بتساوي زيرو، يبقى الانتري هيساوي عباره عن اس، يبقى الانتري اللي هو دبليو، تمام كده؟ واضح؟ واضح يا شباب ولا؟ تاني نبدا من الاول اهوت. بيقول اس بتساوي نل، ادي اس بتساوي نل، كي بتساوي الانبوت اللي هو 3، يبقى انا خدت ال 3. خدنا الثلاثة، تمام كده؟ وبعد كده بيساوي الدكشنري اوف انت الانتري، الانتري ده هيساوي الدكشنري بتاع الثلاثة. هذه الثلاثة اهو حطينا الدكشنري بتاعها هنا، مظبوط كده؟ طيب وبعدين اف انتري بتساوي نل، الانتري ما بتساويش نل، وبالتالي مش هنفذ دي، هروح اعمل الاوتبوت للانتري، اوتبوت للانتري، لانه اذا كان نل يبقى انا نفذت اللي تحتها، هنفذ برضه الاوتبوت اللي هو بيساوي الانتري اللي موجود. طيب اذا كان اس لا تساوي نل، اس لا تساوي نل، طبعا في الحاله بتاعتنا ما بتساويش نل، هنرجع مره ثانيه هناخد الكود الجديد، تمام كده؟ يبقى احنا خدنا الثلاثه، خلصنا من الثلاثه كده، تمام؟ طيب في الحاله دي بيقول لي ايه؟ اذا كانت ان الانتري بيساوي الاس، طيب بعد كده نروح الاس، فين الكي اهوت؟ يبقى عندنا الكي، هناخد الكود الجديد اللي هو 1، تمام؟ هل الانتري بتساوي نل؟ خدنا الكي دلوقتي بتساوي 1، الكود بتاع 1 عباره عن ايه؟ ايه؟ يبقى احط نواه ايه؟ هاخد ال ال اوتبوت فين؟ في الخطوه اللي قبلها بيقول ان الاس بتساوي الانتري في حاجه من حاجه خالص، لو ما فيش حاجه الاس دي هياخد ان الاس بتساوي الانتري، الخطوه اللي فاتت الاس بتكون بتساوي دبليو. اذا كان الانتري بتساوي نل، ده الانتري فين؟ اخر سطر خالص، اخر سطر الاس بتساوي انتري. الاس بتساوي الانتري، يبقى الاس هتساوي الانتري هتساوي دبليو، صح؟ نسيت انا، بص عليها الاخرانيه، الخطوه الاخرانيه، تمام كده؟ طيب نبدا بواحد، يبدا هبدا الف اللفه تاني، هاخد واحد، واحد اللي هو عباره عن الكي، الانتري بتاع الكي اللي هو كام؟ ايه؟ حطينا الايه اهو، تمام؟ الانتري بيساوي نل؟ ما بيساويش نل، يبقى مش هنفذ اللي تحتها، بس هعمل اوتبوت للانتري، تمام؟ هعمل اوتبوت للانتري، اوتبوت للانتري اللي هو نفسه الايه؟ تمام كده؟ واضح؟ طيب بعد كده الاس لا تساوي نل، يبقى هروح اقول له اد الاس
زائد الانتري اوف زيرو. الاس اللي هي كام؟ دبليو. الانتري اوف زيرو بكام؟ اللي هي ايه؟ يبقى حضيف دبليو اي هنا صح؟ تاني اهو الخطوه الاخرانيه دي، هل الاس بتساوي الاس لا تساوي نل صح؟ ما دام لا تساوي نل يبقى انا هنفذ الجزء ده، هنفذ الجزء ده، هضيف الاس، الاس بتساوي كام؟ دبليو زائد الانتري اوف زيرو. الانتري اوف زيرو لو انا عندي ستريم اوف كاركتر هنا هاخد اول كاركتر، دي هيبقى زي اري، هاخد الاري اوف زيرو، يبقى ايه اوف زيرو تمام؟ تو ديكشنري ويز ذا نيو كود اللي هو 4، مظبوط كده؟ طيب واخلي الانتري في الاس، الانتري اللي هو كام؟ ايه؟ هحطه في الاس، مظبوط كده؟ ونبدا ناخد الواحد التاني، يبقى ده احنا خلصنا ده، اخد الواحد ده، ادي الواحد اهو هيطلع لنا ايه؟ يبقى كده طلع لنا ايه؟ الانتري لا يساوي نل، ما بيساويش نل، ده فيه ايه؟ تمام؟ وبالتالي هعمل الاوتبوت للانتري، عملنا الاوتبوت للانتري، مظبوط كده؟ طيب بعدين بيقول لي الاس لا تساوي نل صح، هنعمل ايه؟ هناخد الاس زائد الاي اللي هو اول حرف هنا، اول كاركتر، واضيفه للديكشنري اللي هو يبقى عباره عن اي اي، ويبقى مع كود 5 صح كده تمام. وبعدين نرجع تاني ناخد الاثنين، الاثنين الكود بتاعها كام؟ بي، ادي بي، احنا نسينا ناخد الانتري نحطه في الاس، الانتري اللي هو ايه؟ اه ده هيجي هنا، مظبوط كده؟ طيب ادي اتنين، طلعنا البي، طبعا كل اللي فوق ده مش هعمله تاني لانه عند الاوبت الانتري موجود. الاس لا تساوي نل، هياخد الاس اللي هي عباره عن الاي زائد البي ويضيفها فين؟ للديكشنري، ادي الاي وادي البي ويضيفها للديكشنري بست، مظبوط كده؟ طيب نروح مره تانية، كي هتبقى عباره عن واحد، ادي كيب واحد هيبقى عباره عن ايه؟ ده هنا بي صح؟ ماشي كده؟ طيب يبقى ده بي، خدنا الكي وخدنا الخطوه ديت تمام؟ الانتر طبعا لا تساوي نل لانها بتساوي ايه؟ ماشي؟ يبقى خلصنا الاوبوت، هنروح الاس اللي هي بتساوي لا تساوي تساوي نل، هنعمل اد الاس اللي هي البي والاي هنضيفه للديكشنري، يبقى البي والاي مع 7 تمام كده؟ طيب وبعدين الانتري اللي هي ايه هتبقى هنا، هناخد الاثنين، ادي الاثنين احنا خدنا الاثنين والواحد هناخد الاربعة تمام، ادي اربعة، الاربعة هتطلع ايه؟ دبليو ايه، مظبوط كده؟ هتطلع دبليو ايه، يبقى طلعت دبليو ايه، الانتري ما بتساويش نل اه تمام. بعدين الاس لا تساوي نل، هناخد الاس زائد ايه زائد دبليو بس، ده دبليو بس لان باخد الانتري اوف زيرو، هاخد دبليو بس، يبقى هنا اهوت هيبقى ايه دبليو تمام كده مع كود اللي هي 8. وبعدين خلصنا 4 يجي 6، 6 طبعا الدبليو ايه هتبقى هنا كلها لان انا باخد الانتري ده احطه هنا تمام كده. طيب 6، 6 عبارة عن اي بي، يبقى اي بي اللي هيجي هنا هيبقى عبارة عن دبليو اي اي، يبقى هنا دبليو اي اي ودي 9 تمام. بعد كده واحد اهو، واحد هيبقى عبارة عن اي وده هيبقى عبارة عن اي بي وده هيبقى اي اي
ايه موجوده قبل كده؟ اه موجوده قبل كده في الديكشنري. خلاص ماشي كده، ما دام ايه موجوده ايه اهي ها ايه بي ايه بي اسف صح، ده 10. يبقى الاوتبوت بتاعنا هيبقى عباره عن دبليو ايه بي ايه دبليو ايه بي ايه. يبقى ده الكود اللي داخل او كان المفروض يبقى هو اللي داخل عندي. يبقى ده الانبوت كود اللي كان موجود قبل كده. تمام؟ طيب ناخد مثال تاني. هو الحالة الأخرانية لو كانت A B A A وهنا مثلا كان B، فاللي هو لما في الآخر بقى نعملها حطها، ما مش هتبقى موجودة. المهم ان دي مفيش مش موجوده قبل كده في الديكشنري. اه يعني هي لو كانت ايه بس كانت هتبقى موجوده في الديكشنري، انا مش هكتب. تمام ماشي كده يا شباب. طيب ناخد مثال تاني. طيب ايه مثال تاني؟ شوف مثال تاني. طيب المثال ده اللي هو عباره عن ايه؟ حد فاكر المثال ده؟ حد فاكر الاوتبوت الكي ده؟ اللي احنا عملناه كومبريشن. تمام؟ اللي احنا عملناه كومبريشن. ده الانبوت بتاعي اهو. ده الانبوت بتاعي اهو. تمام كده؟ ده الانبوت بتاعي اهو. ده سيمبل فيرجن من الديكومبريشن، يعني ده سيمبل فيرجن من الديكومبريشن. اللي فات ده موديفايد وده سيمبل فيرجن. ممكن نجرب كمان على ده. تعالى كده نشوف. ده اسهل شويه. نشوف المثال اللي فات ونشوفه ونقارنه بيه. ادي الانبوت اللي هو عباره عن 1 2 4. طبعا ممكن نجيبه كمان من هناك لو احنا عايزين. ادي 4 5 5 2 3 4 6 2 3 4 6 وبعدين 1. كان الانبوت بتاعنا اللي هو في الديكشنري اي بي سي، بدل دبليو كانت سي، وبرده 1 2 3 زي ما احنا كنا بادئين المره اللي فاتت. طبعا هنمشي معاه. ادي احنا هناخد، قلنا هناخد السيمبل فيرجن ده هوت كمان. ممكن نجرب ده. ادي الاس بتساوي نل، ادي نل. بعدين بيقول لي وايل نوت اند اوف فايل الكي بتساوي نيكست انبوت، يبقى الكي هتساوي 1. الانتري الواحد اللي هو ايه؟ تمام كده. الانتري الواحد اللي هو ايه؟ يبقى الانتري بيساوي الديكشنري وحطينا الانتري في الاوتبوت. تمام. طيب هل الاس لا تساوي نل؟ حاليا الاس بتساوي نل، يبقى انا مش هنفذ اي حاجه من الحاجات اللي موجوده او الخطوه اللي موجوده دي. هحط الانتري في الاس. الانتري في الاس اللي هو ده هيبقى ايه؟ ماشي كده يا شباب؟ واضح. طيب يبقى الخطوه اللي بعدها هيبقى 2. الكي هتبقى ب2. الانتري عباره عن بي، مظبوط كده. هنا الاس لا لا مش جوه الاف، جوه الاف مره اللي هي اللي وراها بس. يعني اذا كانت الاس لا تساوي نل بيعمل ادنج للايه لدي. تمام. مفيش بيعمل اوتبوت بالانتري بيبقى في الاس. خلاص. طيب هناخد الكي الاوتبوت بتاع الاثنين اللي هو الايه بي، مظبوط كده. الاثنين اللي هي البي، وبعدين الاس لا تساوي نل، هياخد الاس اللي هي ايه زائد الانتري اللي هي بي ويضيفها للديكشنري اهو. ادي ايه بي ويبقى 4.
تمام كده؟ طيب وهياخد البي حطها هنا يبقى البي. بعدين احنا خدنا الاثنين خلاص ناخد الاربعة يبقى اربعة. اربعة اللي هي الاي بي. ادي اي بي. يضيف في الديكشنري بي اي. لانه بيضيف انتري اوف زيرو. تمام كده؟ طيب. وبعدين مع كود خمسة طبعا. هيجي خمسة. تمام؟ يبقى خمسة هيبقى عبارة عن بي اي. تمام؟ طبعا المفروض هنا اي بي. هيضيف هنا هتبقى عبارة عن اي. بي. بي. ودي ست. بعدين خلصنا خمسة. اتنين. اتنين اللي هي عبارة عن بي. تمام؟ البي ده بي اي. بي اي هتبقى بي بي. بي 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 اي بي بي اي بي. تمام؟ مش موجودة طبعا قبل كده هتبقى سبعة. خلاص كده؟ طيب. بعدين هيروح خدنا احنا اتنين. هناخد تلاتة. تلاتة سي. طبعا البي هتبقى هنا. ماشي؟ هنضيفنا هو البي سي. وتبقى تمانية. خلاص تلاتة. ناخد اربعة. اربعة اللي هي عبارة عن اي بي. ادي اي بي. طبعا ده كان هنا سي. ماشي؟ هياخد سي اي مع تسعة. تمام كده؟ سي اي مع تسعة. خدنا احنا اربعة. ياخد ستة. ستة. ستة اللي عبارة عن اي بي بي. مظبوط كده؟ وبعدين طبعا كان هيبقى هنا اي بي. كنا المفروض هنضيف اي بي اي. اي بي اي موجودة؟ مش موجودة. ادي اي بي اي. وادي عشر. تمام كده؟ وبعدين واحد. واحد عبارة عن طبعا الاي دي الاي بي بي هتيجي موجودة هنا. وبعدين الواحد هيبقى عبارة عن الاي. مظبوط كده؟ وبعدين هاخد اي بي بي اي. اي بي بي اي. ده 11. وطبعا بعد كده في اند اوف فايل. خلاص كده انا وقفت. ادي الاول بتاعنا اللي هو اي بي اي بي بي اي بي سي اي بي. تعالى كده نشوف الانبوت اللي احنا كنا مدخلينه قبل كده. طبعا ادي الاوتبوت اهوت. تعالى كده نشوفه في المسألة الأولانية. ادي المسألة اللي احنا كنا مدخلينه. A B ها B B او A B. ادي A B A B. تمام؟ B A B C. ماشي؟ خلاص؟ نفس الـ A الكمبريشن ريشيو او نفس الكمبريشن الـ D كمبريشن اللي موجود. يبقى انا ممكن اعمل الكمبريشن والدي كومبريشن باستخدام ال ال زد دبليو حسب الشكل اللي موجود عندنا او حسب الالجوريثم اللي موجود عندنا. ده اللي احنا عايزينه في ال ال زد دبليو. مش عايزين اكتر من كده. تمام؟ خلاص احنا قسمنا ده على محاضرتين بس عشان ما ناخدش ما نقدرش كناش نقدر نخلصهم في محاضره واحده. هيبقى باقي لنا الارثماتيك كومبريشن والارثماتيك دي كومبريشن والادابتيف اريثماتيك كومبريشن ودي كومبريشن. طبعا هنشوفهم ان شاء الله بعد ما اعرفش طبعا الاسبوع اللي جاي الاثنين غالبا اجازه مش كده؟ والاثنين اللي بعده واللي بعده نتقابلكم بعد العيد يعني. نقول لكم لسان طيبين دلوقتي ونقابلكم بعد العيد ان شاء الله. اكتبوا لنا ورقه بالغياب.